جهده، لكن خلينا فاكرين مباراه 90 دقيقه لعيبه جايه مش توب فورم طبعا، عشان كده البدلاء خمس بدلاء يتم تبديلهم، مسموح لكل فريق، واللي قاعدين على دكه البدلاء حتى 23 مش حتى 18، مش سبع لاعبين فقط. وادي الباص الامامي على طول عميق، لكن برافو يونج يقفل هذه المره. هاشم مختفي بقاله شويه، هاشم تروح على طول الى بهاء محمد العائد من جديد للزعيم قادما من نادي قطر، على طول الى بغداد بنجاح اصبح متساويا في رصيد الهدافين، لكن مقطوع على طول ابراهيم، برافو لمصعب لابراهيم، وعوده لوكا بريتو، مصعب وابراهيم، لوكا ضغط عليه وفاول، كان لعب للريان قبل كده لوكا لفتره، ادي فاول لصالح نادي الخور. نادي الخور عنده ثلاث انتصارات فقط هذا الموسم، على مصلال في الجولة الثانية، ثم مع السيلية، ثم في الجولة قبل الأخيرة فاز على قطر 2-0 قبل التوقف. ثلاث انتصارات فقط للخور طوال الموسم، لكن عنده من التعادلات خمسة. الخور آخر أربع مباريات فاز في مباراة، خسر في مباراة، وتعادل في اثنين. آخر مباراة قبل التوقف الخور كان خسر من العربي. أما السد فحكايته حكاية، جمع نقطة واحدة فقط من تسعة، جمع نقطتين اثنين من تسعة في آخر ثلاث مباريات. تخيل، صدق أو لا تصدق، السد فقد رهان المنافسة على البطولة الفعلية واتساع الفارق في آخر ثلاث جولات قبل التوقف. تعادل مع أم صلال، تعادل مع العربي، خسر من الريان، فخسر سبع نقاط. توقف الآن لشرب المياه بقرار من لجنة المسابقات طبعا والاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة الفنية، اعطاء راحة للاعبين بنسب اكتر، استعادة الشفاء تاني، لعيبة مش توب فورم فده طبيعي، درجة الحرارة مش زي درجة الحرارة اللي في الشارع ولا في الخليج 40 و42، لا بل هي درجة الحرارة هي 20 درجة مئوية، فاستاد جاسم بن حمد هو استاد مكيف الهواء. اكرم عفيف صاحب هدف اللقاء الاول وهدف نادي السد، اكرم مرشح ليكون دائما وابدا نجم المباراة التي يشارك فيها. وادي كعب الرجل الجميل، استلام روضها ترويض محترم، ثم برجله الشمال حارس المرمى نزل على الارض بدري، نزل على الارض بدري الحقيقة بابا جبريل. ثم اكرم عفيف وفرحة واحتفالية الهدف الاول، هدف تساوي في رصيد الهدفين. ثم الخطأ الكبير من دفاع نادي السد، والاداء الراقي والرائع في اللعبة الاخيرة من تياجو بيزيرا، 33 سنة لهذا اللاعب الخطير، لعب لبختكور الأوزبكي، لعب للقادسية السعودي، أيضا احترف في تركيا. تعليمات للاعبين من المدرب عمر النجحي، أيضا شارك وتواجد في المحاضرات اللي كانت بنظام برنامج الزوم على الجميع. كانت فترة الحقيقة صعبة، ولكن كثير استفادوا منها، كثير أعادوا تقييم الأمور، كثير قدروا يحافظوا على لياقتهم البدنية. أكرم كاميرا معاه، محمد جابر اللي قلت لحضراتكم عنده وزنه زيادة شوية أهو، واضح تماما هو أرشق من كده وجسمه أرفع من كده، في لعيبة ثابت نفسها أو غصب عنها يعني معدلات التمرين ما كانتش كتيرة لفترة طويلة. مدرب المنتخب سانشيز، كوبا أمريكا كان المفروض ولكن ضاعت الفرصة طبعا بسبب مشاكل الكورونا، نتمنى له التوفيق ان شاء الله في محطاته القادمه بعدما نجح تماما مع منتخب الشباب في كاس اسيا، ثم المنتخب الاول بطل كاس اسيا. سانشيز المدرب الاسباني استحق احترام الجميع. خوخي عميقه سريعه، نام تاي هي، لكن برافو لعيبه الخور قافلين كويس. مصعب يجي له اكرم يعطله، يقوم بدور الدفاعي، تحرك كويس بشكل جميل. لوكا بريتو يرجع ورا تاني على طول، يرجع ورا تاني عند عبد الرحمن محمد رجب، عبد الرحمن خوخي لمسة واحدة، أحمد حمودان بيضغط، ترجع على طول من هاشم إلى بيدرو إلى يونج إلى طارق سلمان. لعيبة السد بتحول الكرة من اتجاه لاتجاه بشكل رشيق وحلو، لكن لسه معدلات اللعب على المرمى النادي السد قليلة. هقول لكم على إحصائيات مهمة قوي قوي بعد اللعبة دي. أدي على طول أكرم عفيف، يونج، شوف الضغط اللي على يونج من نايف البريكي، لانه عارف ان اللعبه بتبدا من عنده، فالمدرب مخلي اهو، بص روح، بص راح يضغط عليه ازاي، بص نايف بيضغط على يونج، ودي تعليمات المدرب عمرو النجحي، لان نادي السد بيطلع من العمق عن طريق يونج فبيقفل الطريق. الاجناب هي اللي مشكله، هي اللي مشكله. ادي هاشم اشتغل بعرض الملعب، لمسه يد ولا ايه، ولكن على طول في ايد حارس المرمى بابا جبريل.
نادي الخور بيعمل كرات عرضية حوالي 8 كرات عرضية في المباراة. الاستلام الجميل ده، ايه يا ابني ده، ايه يا ابني ده، ده تخلص، لا 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 ايه يا ولدي ده؟ ده تياجو بيزيرا صاحب هدف اللقاء الاول. بص خوخي، رغم سيطرة خوخي وقوة خوخي وخبرة خوخي، لكن عمل دوران جميل تحت الضغط، الا ان طارق سليمان بحرفية وبدون ضربة جزاء اداله الزاوية، ومجرد ما طولت حط سن الحذاء في الوقت المناسب. يا 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 بل ما لمسهاش، ولكن اعاقة، اعاقة نقدر نقول بشكل شرعي. ازاي اعاقة وازاي شكل شرعي؟ الاحتكاك بالجسم عمل تعطيل لحركة الجسم، وده احتكاك شرعي بنقول عليه. لكن الولد خد خوخي بعلام وعمل دوران، مش معتادين حد يعمل كده مع خوخي. ادي على طول المغربي احمد حمودان، احمد حمودان يلعب للخور. واعتقد ان رشيد روكي هو اشهر مشاهير المغاربة اللي لعبوا مع نادي الخور. رشيد روكي كان مهاجم وراس حربة محترم في الكورة، في الأخلاق، في الأهداف، ولد غير روسي طبعا، المدافع أيضا المغربي الدولي اللي كان لعب لنادي الخور. خور بطل كأس ولي العهد بحضرة السنياري وبحضرة يونس محمود في زمن جميل لأبناء الخور. عودة تاني على طول، تصويبة ولكن على طول تصطد. والله نادي الخور عامل شجاعة جميلة وبيواجه نادي السد بشجاعة. فرصة تانية يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مش ممكن. اوفسايد، اوفسايد اللعبة اللي فاتت، تسلل على نادي الخور. برافو لعيبة الخور، عاجبني جدا خط الظهر ونص الملعب والهجمات المرتدة مؤثرة. سجلوا هدف وضع منهم هدفين. ادي على طول بغداد بنجاح مختفي، ادي الزحمة اللي بيعملوها. برافو روبرت ملكي لاعب اللبناني. نص الملعب على طول مصعب عبد المجيد، تحضير تاني مصعب، ولكن على طول عبد العزيز الانصاري اقصى اليمين احمد حمودان، رتم سريع، نصك جميل، وفاول لصالح نادي الخور. فاول، ماتش حلو، ماتش حلو، ماتش وكأن الدوري ما توقفش 4 شهور ونص. الحالة الفنية والبدنية للعيبة بشكل عام تتخطى ال 65 رايحة ل 70%. أنا بتكلم على الشوط الأول أو بتكلم على ال 35 دقيقة. الحالة رايحة من 60 إلى 70%، ودي نسبة كويسة طبعًا. نسبة كويسة. الشوط الثاني ممكن يتم التعديل بخلال بدلاء. ضربة حرة يلعب لوكا بريتو لاعب البرازيلي. ثلاثة مهاجمين في صفوف نادي الخور، مغربي وبرازيليين. الثلاثة مسجلين 15 هدف من 20 هدف سجلهم الفريق هذا الموسم. أدي الضربة الحرة السريعة، ولكن في الوقت المناسب. بيدرو، يا سلام يا بيدرو، يا سلام يا بيدرو، وحش وحش بيدرو. على الصدر شكرا، وعلى الظهر سانكيو شكرا أيضا. نادي السد، بص الاستلام بالدوران ده، بص 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 بص، خلى خوخي فين؟ خلى خوخي طلع المدرجات، تخلص منه تماما، ولكن طارق سلمان باحتكاك بدني مشروع تماما، افقدوا اتزانه وافقدوا قوته وسرعته، وكادت ان تكون الهدف الثاني يكز على اسنانه، لانه كان هيسجل ثنائيه جميله. لكن لعيب محترم، لعيب محترم. ادي على طول بغداد بنجاح الى اكرم عفيف، واحد على واحد، فينك يا اكرم؟ سجل الهدف واختفى شويه. الى بهاء، مفيش انطلاقات، مفيش كرات عرضيه، مفتقدين عبد الكريم حسن والهيدوس. طبعا طبعا طبعا، نام تايهي، نام تايهي، شوف الضغط اللي عليه، شوف الضغط اللي عليه، مضغوط عليه كويس قوي من عبد الرحمن محمد. برافو عبد الرحمن، بذل جهد كويس. ترجع تاني لبهاء، فين عرضياتك يا بهاء؟ اكرم عفيف استلام تحت ضغط، ومعاه روبرت اللبناني يقف عليها. روبرت كان في السويد، روبرت تاني على طول، يعني اللبناني وفي السويد الاثنين مع بعض. لكن على طول واضح ان في اوفسايد في الكره اللي فاتت. زعلان بغداد، زعلان، بدايتها كانت اوفسايد، وبعدين ده اللي رافع الرايه حريف ومالك. يا سلام يا سلام، شوف الاوفسايد، حته من الكتف، حته من الكتف، مش حته من الايدين، لو الايدين ما تحسبش. طالب سالم المري بشهاده كل الشهود احد افضل حكام الرايه على مستوى العالم، على مستوى العالم، خصوصا وانه شارك في كأس العالم وفي البطولات الكبرى. يعني مش هنقول في فارق في المنافسات، لا، في فارق، هو خط كل المنافسات القوية اللي تجعله الحقيقة في ضغوط كبيرة، لكنه نجح تماما. أكرم عفيف، الضغط عليه بقوة باستمرار من تياجو بيسيرا،
تلعب على طول الى خوخي ابو علام. نلعب في دقيقه 39 الشوط الاول 1-1، تقدم الزعيم وتعادل الخور. سد ثالث الترتيب والخور صاحب المركز قبل الاخير، احوج ما يكون لنقاط المباراه الثلاثه. تاني على طول اخر فوز للخور على السد كان الموسم قبل الماضي 1-0 بهدف سالم خليفه. لكن الدور الاول فاز السد 2-1، السنه اللي فاتت فاز السد مرتين 6-2 و2-1، لكن الموسم قبل الماضي كان فاز الخور 1-0 من جديد كانت قبل